معمول هو من التراث الفلسطيني، من التراث الفلسطيني، وهي بهجة العيد في لمة الحبايب ولمة الصبايا والشغل في المعمول. جرت العادة انه على وجبة الافطار تكون يفطروا بداية على التمر، وكانوا حتى بالاعياد التحلاية كانت تكون تمر، فجرى تعديل عليها انه حبة التمر صارت تنعجن وتنحط في عجينة مكونة من السميد والسمن والسكر. ممكن انه نعملها بقوالب نطبعها طباعة، وممكن انه نكشها بالملقط، وهاي متعة الشغل ومتعة الشغل في رمضان بالمعمول، انه انت تشتغليها بايدك بالملقط. عادة بالعيد بنضيف الكعك والمعمول والقهوة السادة. القهوة السادة من التراث الفلسطيني ومن طقوس الأعياد، يعني لازم بالعيد تكون القهوة السادة مرافقة للمعمول والكعك، يعني هاي من أجدادنا، يعني القهوة السادة ومن عاداتنا، من عادات البدو العربية حتى، القهوة السادة لازم تكون موجودة في ضيافة الضيف، وهاي يعني بتعطينا مظاهر العيد وطقوس العيد إنه وتحضيرات العيد، على أساس إنه إحنا نطلع بتحلاية من شغل إيدينا.